طوسي، اهلا بيك. اهلا بك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهديك في كل مكان. اخبارك ايه؟ الحمد لله. لابس جوانتي ومظبط الدنيا ومأمن نفسك؟ لازم. احنا دخلنا على مرحله صعبه. ربنا يسلمنا ويسلم كل المصريين يا رب ان شاء الله، والسلامه لكل العالم، لان احنا كلنا في بلوى، يعني طبعا. الكره الارضيه كلها في بلوه كورونا، فربنا ينقذ الكره الارضيه من كورونا وينقذ كره القدم من كورونا برضه بعد ما يعني حطمتها بدرجه كبيره جدا. تجاوزنا مرحله الى حد كبير وداخلين على المرحله الاصعب دلوقتي، لذلك كان بدء تطبيق قرار حظر التجوال من امس وتاني يوم النهارده الخميس. فان شاء الله يا رب باذن الله نتجاوزها بخير. على كل الناس الالتزام، ما زلنا كلنا بنرفع شعار خليك في بيتك، ما تتحركش من البيت. بالزبط. التزم النظافه، حافظ على اسرتك، حافظ على عيالك، لان اي حد هيصاب هيبقى تدمير للاسره كلها يعني. فالاختلاط ممنوع قدر الامكان، لا تخرج، وكل ده كام ده بيتقال والناس عماله تذكر واحنا عمالين نذكر، لا تخرج من المنزل الا للضروره القصوى الملحه بشكل بالزبط. ملح جدا يعني. علشان نقدر نعدي، لان احنا يعني فتره الاصابه وفتره ظهور اعراض الفيروس هتبدا، فان شاء الله ربنا هيكرمه ويتجاوز المرحله دي والاسبوعين دول ان شاء الله الامور هتمر بخير، لان الحظر هدفه تقليل الاصابات بقدر الامكان علشان نقدر نمر وننجو من هذه الازمه وتنجو بلدنا باذن الله. بصراحة. فتره صعبه جدا على العالم كله، وفي دوريات ما كناش نتخيل في يوم من الايام ان يتم ايقافها كل المده دي. لا طبعا حاجه عمرها ما حصلت. بص، ما يحدث الان لكره القدم لم يحدث في التاريخ طبعا. ماشي. شوف الالعاب الاولمبيه، الالعاب الاولمبيه يعني كورونا اكبر الالعاب الاولمبيه انها تؤجل لتكون في صيف 21، وهذا لم يحدث عبر التاريخ ان تم تاجيل دوره الالعاب الاولمبيه الا 3 مرات، وده كان بسبب الحرب العالميه الاولى وسبب الحرب العالميه الثانيه، وكانت ظروف قهريه لان كان العالم كله برضه في شبه حرب، وكانت الدنيا كلها غير مستقره، فكانت العالم منقسم قطبين، فكانت الامور صعبه جدا يعني. كانت 1916 بين فتره الحرب العالميه الاولى وملابساتها يعني، قامت في 19 وبعد كده 40 و44، فيعني دول الثلاث دورات اللي مقبوشه عبر التاريخ لما كان العالم كله بيقطع في بعضه، وكانت الدنيا موبوءه بالحرب وبالقتال وبالدم وبالدمار. الان كورونا يضعنا في هذا المشهد ويمنع الالعاب الاولمبيه، يمنع يورو 2020، يمنع كوبا امريكا، يمنع الدوريات في الكره الارضيه، ما فيش كره قدم على سطح اليابسه على الاطلاق، مش موجوده. بس قليله قوي اللي فيها كوره يعني، دول ما حدش بيتابعها اساسا. ما فيش طبعا يعني. فان شاء الله يعني نتمنى ان احنا كمصريين نلتزم، والحقيقه يعني المشهد امبارح في مصر التزام الناس، لان ده حفاظا عليك يعني، مش يعني في بعض الاوقات كنا بنتعرض لحظر تجول وكنا بنحاول ننزل ونستخبى ومش عارف ايه عادي. لكن انت دلوقتي لو نزلت هتضر نفسك وهتضر غيرك وهتضر اللي حواليك. فالهدف من حظر التجول هو حمايتك وحمايه بيتك وحمايه اسرتك، حتى في حدود ساعات عدم الحظر يا استاذ اوسين. نحاول كمان قدر المستطاع ان احنا نقعد في البيت ما ننزلش. يا ريت ده قدر الامكان يعني، ما عندوش شغل ما ينزلش. ما فيش داعي انك تنزل. عارفين القعده في البيت صعبه جدا والامر صعب جدا انك تقعد في البيت هذا الوقت الطويل من الساعات، لكن شيء جميل جدا ان احنا نقدر نقعد مع ولادنا ومع ازواجنا. يعني احنا يمكن معظمنا الشغل واخدنا، ومحدش كتير جدا مننا ما بيقعدش كتير في البيت، لكن دي فرصه ان العيله تتجمع. يمكن البعض اعتبر دي نقطه ايجابيه ان تتجمع حتى العيله المصريه والناس تقعد مع بعضيها وتشوف وتتقرب، لكن ده مش معناه ان تتجمع اسر مع بعضيها. يعني تبقى كل اسره لوحدها منفصله عن الثانيه علشان ما يحصلش انتشار وما يحصلش التلامس وما يحصلش عدوى لو حد لا قدر الله مصاب من من اي فرد يعني، من اي اسره. طيب انا خايف الجوانتي ده بس يطلع لنا مثلا حمامه ولا حاجه. طيب مطلوب. بص يا امير، يعني الهدف في حاجات زي كده يعني دي رساله والله. طبعا رساله ان طبعا احنا الحمد لله هنا في مكان معقم ومكان امن في قناه النادي الاهلي، لكن هي رساله لاحبائنا في مصر وفي اي حد بيشوفنا في اي مكان، انك حاول تحمي نفسك بقدر الامكان. بالزبط. عشان لما تحمي نفسك هتحمينا انا وهحميك انت واحمي اي حد تاني يعني. ده امر مفروض. فربنا يعني يقينا ويقيكم شر الوباء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى، وفتره وتعدي باذن الله سريعا من خلال التزام الجميع. بالتالي عايز اتكلم معاك بخصوص دوره الالعاب الاولمبيه بعد تاجيلها ل 2021. بدايه يعني اختلفت الاقاويل ما بين ان انت في 2021، بالتالي عايز اتكلم تحديدا يعني على فريق كره القدم الاولمبي او منتخب مصر الاولمبي، وهل هيشارك بنفس القوام اللي فاز بالمشاركه في 2020 طبقا للوائح، ولا هيتم تعديل اللوائح ويشاركوا، ولا مش هيتم تعديلها ومش هيشاركوا في 2021؟ ايه المعلومات؟ لان الاقاويل مختلفه. بص يا حبيبي، لا يعني الدوره الالعاب الاولمبيه اللي كانت هتقام في طوكيو في 31 يوليو هذا العام تم تاجيلها بكل ظروفها.
تمام بكل ظروفها بكل ظروفها بكل ظروفها وخصوصا بالنسبه للاعمار اللاعبين اللي هيشاركوا فيها وتحديدا احنا نقصد فرقه كره القدم لان عندنا اثنين من اهم اللعيبه مصطفى محمد رمضان صبحي الاثنين اللي مؤثرين جدا بالنسبه لنا مع طبعا مع اهميه كل اللعيبه المره تحديدا هيتجاوزوا في غيرهم كمان هيتجاوزوا حاجه يعني هيتجاوزوا هيبقى 24 سنه هل مش هيلعبوا لا قال لك لا هيلعبوا لان دي الامور يعني ظروف خارجه عن الاراده ودول كان حقهم يلعبوا في الالعاب الاولمبيه فهيلعبوا في الالعاب الاولمبيه حتى لو وصلوا 25 يعني سنه يعني هي هتبقى طوكيو 2020 بس هتلعب في 21 بس مالهاش دعوه خالص هي دي طوكيو 2020 ده فقط تقدير فدي ما فيش اي مشكله خالص فيها والامور محسومه في هذا الامر والامور منتهيه تماما طيب. يعني برضو شق اخر بخصوص دوره الالعاب الاولمبيه واحنا كنا بنتكلم على الدوري المصري والغاء هل دلوقتي امر الالغاء ده بقى مستبعد بعد تاجيل دوره الالعاب الاولمبيه ولا الامر او الامور بيفكروا فيها ازاي في الاتحاد المصري تمام لو تذكر في حلقه الخميس الماضي يمكن فتحنا هذا الملف واتكلمنا فيه وقلت لك يمكن اللي يعطينا بصيص امل ان الدوري المصري او الدوريات العالميه كلها بشكل عام ان تتلعب ان دوره الالعاب الاولمبيه تتاجل ليه دوره الالعاب الاولمبيه تتاجل لان انت كنت في شهر في 31 يوليو وقبلها ب 15 يوم تقريبا مفيش اي انشطه في العالم الرياضيه غير خاصه بالدوره الاولمبيه زي ما كاس العالم كده بيجي وكل كره القدم بتوقف في العالم كذلك كل الانشطه الرياضيه بتتوقف في العالم ما فيها كره القدم فلو كانت الالعاب الاولمبيه اقيمت مفيش نشاط كره قدم موجود هيتلعب في العالم خالص ما كانش فيها نشاط اما وان الظروف خاصه خدمت وان اليابانيين اقتنعوا ان لابد من التاجيل وان رئيس اللجنه الاولمبيه بخ اقتنع ان لابد من التاجيل لان الرياضيين مش هيلحقوا كمان يستعدوا انت متخيل ان الرياضي الاداره الاولمبيه دي استعداد ليها بيتم ازاي بيتم بمجرد انتهاء بيبدا الاستعداد ليها فالابطال الاولمبيين بيتم تجهيزهم طبقا لمستوى معين فني وبدني بحيث ان هو يصل الى شهر يوليو 2020 او موعد الدوره كامل فنيا وبدنيا ونفسيا وجاهز طبعا على مستوى العالم بتتحسب بالورقه والقلم وبالسنتي وبالثانيه وبالوزن وبالحجم وبالفتنس وبالفني كل ده محسوب الناس بقى لها شهرين ثلاثه هتبقى قاعده في البيت فبالتالي ده ضرب كل برامج الاعداد بتاعه الرياضيين هيحتاجوا فتره طويله ثاني عشان يبداوا يعيدوا ويأهلوا ويوصلوا نفسهم للفورمه دي تأجيل الدوري الأولمبي ده أعطانا كدوري مصري وبالتالي كل الدوريات العالمية طبعا أيضا مساحة كبيرة من الوقت خلاص ما بقاش عندك مشكلة خالص ما فيش توقف للنشاط العالمي مش هتجبر أنك أنت تتوقف وبالتالي يمكن للدوري المصري أن ينطلق وبإذن الله سينطلق يعني التوقعات أنه ينطلق في منتصف يونيو منتصف مايو الأول أو في أول يونيو على أقصى تقدير يعني لكن في كل الأحوال لابد أن الدوري يستكمل حتى لو تم إيصال الموسم ده بالموسم اللي بعد يعني فكرة الإلغاء دي خلاص لا خلاص يعني خلاص يعني خلاص يعني تراجعت تماما بفضل الله طبعا أن كورونا برضو يتراجع هو ويبعد عننا يعني نأمل لأن برضو كورونا ده حاجة في علم الغيب عند ربنا سبحانه وتعالى احنا يعني يمكن النهارده تصريح لرئيس وزراء إيطاليا بيقول لك احنا يعني بنحارب عدو مجهول محدش عارفه محدش شايفه فانت مش عارف ده هيخلص امتى ولا هيروح فين بدا ينحصر الى حد ما في الصين لكن مازال يعني في ايطاليا بينتشر بشكل بشع اسبانيا بشكل رهيب امريكا بشكل بشع جدا عدد كبير جدا من الدول موجود فيها الى حد ما في ايران متوغل ومتوحش يعني وقانا الله شر هذا التوحش يعني اذا تمت السيطره على هذا الامر وتم تخليص العالم من هذا الموضوع الامور اعتقد انها تبقى جيده وهتسير بشكل جيد ويمكن اللي بيدير العالم دلوقتي منظمه الصحه العالميه هي اللي بتحرك هي البوصله دلوقتي كان مؤتمر امبارح وكشفوا فيه عن كثير من التفاصيل يعني هي البوصله اللي العالم كله بيتحرك وراها دلوقتي فهم يعني زي ما كل الناس بيطالبوا زي ما حكومتنا فعلت بيطالب بالعزل المنزلي او الحجر المنزلي انه كل بيت الحل الوحيد انه كل بيت يتحول الى اشبه بعزل او حجر لان اول يعني افضل وسائل العلاج هو العزل يعني ده العلاج فانت عايز تعالج نفسك انعزل وابتعد تماما يعني فده تاجيل الالعاب الاولمبيه وابتعادها اعتقد اعطانا وقت جيد وقت مميز بالنسبه لنا هنقدر ان شاء الله نستكمل الدوري حال يعني تخلصنا من هذا الوباء باذن الله الدوري ناقص عليه 16 اسبوع تقريبا يا استاذ اوسيف في تصورك ممكن ياخد فتره قد ايه عشان يستكمل هل هيتم ضغطه مثلا طبعا هيبقى في ضغط انت هتلعب تقريبا كل 8 يعني من شهرين ونص لثلاث شهور يعني ممكن ممكن تبدا يعني مثلا لو بدانا في منتصف يونيو ممكن نخلص في منتصف اغسطس والدوري ياخدوا راحه اسبوع مثلا ويبدا بعدها تبقى حاجه زي كده يعني لكن اكيد يعني هو في تخيل يمكن بداوا في لجنه المسابقات يتكلموا في اللجنه الخماسيه على امكانيه ان احنا ممكن نستأنف في 15 مايو
تمام. وبالتالي طبعا انت عارف فتره الحظر اللي احنا فيها دي هتنتهي 14 ابريل. ما انت تنتهي 14 ابريل، من 14 ابريل ل 15 مايو الاستثناء، فيبقى قدامك شهر تقريبا تجهز فيه اللعيبه، تقدر تجهز فيه اللعيبه. طبعا التوقف كبير والفتره الاستعداد لازم تكون اكبر يعني، لكن احنا في ظروف استثنائيه، في ظروف صعبه. يمكن انا شايف البعض بيتكلم على ان اللعيبه مش هتبقى جاهزه، ان الاجانب مش عارف هيكونوا فين. يا جماعه مش وقت الكلام ده خالص، احنا الهدف من